بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. كنا بصدد بيان كرامات الأولياء، وقال المصنف رحمة الله عليه: وكرامات الأولياء حق. قرأنا شرحه. ثم أخيرا قال الشارح التفتازاني رحمة الله عليه: ثم أورد كلاما يشير إلى تفسير الكرامة وإلى تفصيل بعض جزئياتها المستبعدة جدا. فقال إذن فيما يلي من المتن تفسير الكرامة. أولا عرفها الشارح بقوله: ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة، هكذا فسره. ثم في قول المصنف ما يشير إلى هذا التفسير، وكذلك هو يفصل، المصنف يفصل بعض جزئيات الكرامة هي مستبعدة عادة، مستبعدة يعني جدة، بعيدة جدة. فقال: فتظهر الكرامة على طريق نقل العادة للولي. هذا قوله الذي يشير إلى تفسير الكرامة. تفسير الكرامة يعني كرامة ما يظهر على طريق نقل العادة للولي. نعم. ثم من قطع المسافة البعيدة، هذا فرض، في المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة إليها والمشي على الماء وفي الهواء وكلام الجماد والأجماء، وهكذا كثير. نعم. من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة، كإتيان صاحب سليمان عليه السلام وعاصف بن برخية رضي الله عنه على الأشعري بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف مع بعد المسافة، يعني من مسافة بعيدة أوتي بالعرشان بلحظة، هذا الذي قال قبل ارتداد الطرف، قبل ارتداد الطرف يعني العين، قبل تغطية العين، هكذا جاء به بسرعة. نعم هكذا. ثم هناك خلاف من الذي أتى به، هل هو صاحب سليمان عليه السلام أو هل هو نفسه، يعني هل أتى به سليمان عليه السلام نفسه. نعم. هو رجح أن الذي أتى بعرش بلقيس هو عاصف بن برخية رضي الله عنه. ثم ظهور الطعام، يظهر الطعام، يظهر الشراب، يظهر اللباس عند الحاجة إليها كما في حق مريم عليه السلام، فإنه قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. يعتبر هذا من جملة كرامات مريم رضي الله تعالى عنها، هي كانت محتاجة إلى الطعام فيظهر عنده الطعام. نعم هكذا. هذا ظهور الطعام من العدم. وكذلك يعني نوع آخر تكثير الطعام، هذا وقع معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهذا يقع كرامة للأولياء أيضا، ذاك نوع وهذا ظهور نوع آخر. نعم. فإنه قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب. نعم. ثم والمشي على الماء، كما نقل عن كثير من الأولياء كانوا يمشون على الماء، وكذلك وفي الهواء، كما نقل عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لقمان السرخسي رضي الله عنه وغيرهما. ثم وكلام الجماد والأجماء واندفاع المتوجه من البلاء، كذلك يندفع المتوجه من أين؟ اندفاع من البلاء، وكفاية المهم من الأعداء،
كذلك اكتفاء الكفاية من العداية، هكذا يكون كثير. نعم. ثم علماء السير قسم معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم إلى 10 أقسام من أنواع، منها بعض هذه الأنواع رأي علماء أهل السنة أنما يقع معجزة يقع كرامة، هكذا. فإذا هذا إحياء الموتى أيضا يقع معجزة، وذاك يقع كرامة أيضا، يمكن أن يقع كرامة إحياء الميت. نعم. ما هذا كلام الجماعة، كلام الأجماع كلها، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة ويقع للأولياء كرامة، قد وقع كثيرا. ثم يقول أما كلام الجمادي فكما روي أنه كان بين يدي سليمان سلمان وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما قاصعة فسبحت وسمعا تسبيحهما. سلمان الفارسي أبو الدرداء رضي الله عنهما كلاهما من الصحابة كان عندهما قصا فسبحت القصا وسمع تسبيحهما، هذا كلام الجماد. أما كلام الأجماع فتكليم الكلب لأصحاب الكهف، هذا الكلب كلم أصحاب الكهف. وكما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل يسوق بقرة قد حمل عليها إذا التفتت البقرة إليه وقالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث، هكذا رجل ماذا فعل؟ هو حمل أمتعته على بقرة، قد حمل عليها إذا التفتت، عندئذ التفتت البقرة إلى هذا الرجل وقالت إني لم أخلق لهذا، يعني لحمل الأثقال، هذا خلقت خلق لحمل الأثقال، لحمل الأثقال هذا الإبل وأمثالها الحمار الإبل، هكذا أنواع من الحيوانات. أما البقرة لم تخلق لحمل الأثقال بل خلقت للحرث. نعم. فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بهذا. نعم. فإذا هكذا كثير من الأنواع، وعند وغير ذلك من الأشياء مثل رؤية عمر رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر بالمدينة ماذا رأى جيشه بنهاوند، هذا بعيد من مدينة، إذا رأى عمر رضي الله عنه جيشه، جيش عمر أين كان الجيش بنهاوند، حتى إنه قال لأمير جيشه يا سارية، كان أمير الجيش سارية رضي الله عنه فناداه وقال يا سارية الجبل الجبل، يعني يحذروا ناحية الجبل تحذيرا له من وراء الجبل لمكر العدو هناك. ثم وسماع سارية كذلك هذا رويته ونداءه، ثم سارية رضي الله عنها سمع كلام عمر إلى مع بعد المسافة، وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة. ثم وكشرب خالد رضي الله عنه، خالد بن وليد رضي الله عنه، ثم من غير تضرر به، وكجريان النيل بكتاب عمر رضي الله تعالى عنه، يعني كان عادة للنيل أن يقف. ثم بعد ذلك لو ألقيت فيه أجمل امرأة يجري مرة ثانية، فإذا هكذا توقف في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإذا الناس اشتكوا إليه، فكتب عمر رضي الله عنه كتابا وألقى في النيل هو درى بدون إلقاء امرأة. نعم، هذا قصة مشهورة، وأمثال هذا أكثر من أن تحصى. نعم، هكذا كرامات. ثم ولما استدل المعتزلة المنكرون لكرامة الأولياء بأنه لو جاز ظهور خوارق العادات من الأولياء لاشتبه بالمعجزة، فلم يتميز النبي من غير النبي، أشار إلى الجواب بقوله ويكون ذلك معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته، لأنه يظهر بها أنه ولي
ولن يكون وليا إلا وأن يكون محقا في ديانته وديانته الإقرار برسالة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا هذا القول قول المصنف، ويكون ذلك معجزة إلى آخره، وإشارة إلى جواب ما استدل به المعتزلة على نفي الكرامة. هم هكذا قالوا، نعم هؤلاء ما قالوا صحيح في حقه. لماذا؟ هم يعني المعتزلة هم فرقة من المبتدعة، لا يكون من جملتهم وليا كما بينت أمس، يعني ينبغي أن يكون على صحيح العقيدة، فهذا معتزلة ليسوا على عقيدة صحيحة، لذلك لا يكون من جملتهم وليا، فلا يمكن أن يقروا بولاية بكرامة الولي. لماذا؟ لو لم يكن وليا في جملتهم لا يكون لهم معرفة بالكرامة، ممكن لذلك أنكرونا كما أنكروا كثيرا من المسائل السابقة كما بينت في مواضعها. نعم، ولما استدل المعتزلة المنكرون لكرامة الأولياء، ماذا دليلهم؟ أنه لو جاز ظهور خوارق العادات من الأولياء لاشتبه بالمعجزة، فلم يتميز النبي من غير النبي لعدم المميز بين النبي والولي النفو الكرامة. إذن ما كل ما ظهر يكون معجزة عندهم. هكذا هم أشار إلى الجواب بقوله ويكون ذلك أي ظهور خوارق العادات من الأولياء بالولي الذي هو من آحاد الأمة معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته. كيف يكون معجزة؟ لأنه يظهر بها أنه ولي. لو ظهرت الكرامة ظهر أنه ولي. ولن يكون وليا، الرجل لا يكون وليا إلا وأن يكون محقا في دينه في ديانته، يعني كما ذكرنا أمس، العارف بالله تعالى وصفاته بحسب ما يمكن، المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، هذا يكون بحقية دينه، وإلا لا يكون. لو لم يكن محقا بل مبطلا في ديانته لا يكون وليا. وديانته ما هو ديانته؟ الإقرار باللسان والتصديق بالقلب برسالة رسوله صلى الله عليه وسلم مع الطاعة له في أوامره ونواهيه، حتى لو ادعى هذا الولي الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن وليا ولم يظهر ذلك على يده. يعني لو كانت ديانته الاستقلال بنفسه، لو ما كانت ديانته الإقرار برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو يستقل على حسب دعواه، لو ادعى هذا الولي الاستقلال بنفسه، يعني هو يدعي أنه ما تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه، بل هو استقل، لا لم يكن وليا، لم يظهر له على ذلك على يديه، يعني لا يظهر له كرامة. فإذا صارت كرامته معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الأمر الخارق للعادة وهو بالنسبة إلى النبي عليه السلام معجزة، سواء ظهر ذلك من قبله أو من قبل أحد من أمته، معجزة بالنسبة إلى الرسول، أي ما يظهر من قبله يعني في يده، أو من قبل أحد من أمته، هذا أيضا معجزة. ثم وبالنسبة إلى الولي كرامة، لماذا؟ لخلوه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله، يعني هذا الذي ظهر من قبله هذه الكرامة لم يدعي النبوة، هذا هو الفرق بينهما، لذلك يعتبر بالنسبة إلى هذا الشخص كرامة. فالنبي لا بد من علمه بكونه نبيا، فالنبي لا بد من علمه بكونه نبيا ويعلم أولا. سبق أن ذكرنا أن الإنباء وكذلك الإرسال قوله سبحانه وتعالى
لمن يجعله نبيا أو وليا، أي أرسلتك أو نبوتك جعلتك نبيا هكذا. فإذا هو يعلم أولا، لكن هذا ليس بشرط في الولي. نعم. فالنبي لا بد من علمه بكونه نبيا، ومن قصده إظهار، نعم، فالنبي لا بد من علمه بكونه نبيا ومن قصده، يعني لا بد من قصده إظهار خوارق العادات. فنعتفن على قوله من علمه، يكون المعنى فالنبي لا بد من قصده ويقصد إظهار خوارق العادات، يعني كمعجزة. لو أراد أن يظهر معجزة هو يقصد هذا الإظهار. ومن حكمه قطعا بموجب المعجزات بخلاف الولي، كذلك لا بد من حكمه قطعا بموجب المعجزات بخلاف الولي. فإذا في هذه الأمور الثلاثة، يعني لا بد من علمه بكونه نبيا، فالولي لا بد، لا يقال في حقه لا بد من علمه بكونه وليا، بل يمكن أن يعلم أو لا يعلم، إما يعلم أو لا يعلم. كذلك إظهار خوارق العادات ليس بضروري، ليس من قصده ضروريا هذا الإظهار، بل لو قصد يظهر في بعض الأحيان لا يظهر هكذا. هذا القصد يعني إظهار المعجز الكرامة ليس مثل إظهار المعجزة، فرق بينهما. ثم في هذا الحكم إذن بموجب المعجزات يجب الحكم على النبي بموجب الكرامة لا يجب الحكم على الولي. ثم وأفضل البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه، ثم علي المرتضى رضي الله عنه. نعم. إذن بعد بيان كرامات الأولياء دخل أن يبين عقيدة أهل السنة في الصحابة. نعم. وأفضل البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن هنا يقول شارح والأحسن أن يقال بعد الأنبياء، لكنه أراد البعدية الزمانية وليس بعد نبينا نبي. ومع ذلك لابد من تخصيص عيسى عليه السلام، إذ لو أريد كل بشر يوجد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم انتقل بعيسى عليه السلام، ولو أريد كل بشر يولد بعده لم يفد التفضيل على الصحابة، ولو أريد كل بشر هو موجود على وجه الأرض لم يفد التفضيل على التابعين ومن بعدهم، ولو أريد كل بشر يوجد على وجه الأرض في الجملة انتقل بعيسى عليه السلام. هذا اعتراض على تعبير المصنف وأفضل البشر بعد نبينا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ماذا أراد بقوله بعد نبينا؟ ما المراد بالبعدية؟ أي بعد هذا؟ والأحسن أن يقال بعد الأنبياء. ثم لكنه أراد البعدية الزمانية بعد نبينا، يعني هذه البعدية ليست في الرتبة، لو كانت في الرتبة فيكون سائر الأنبياء أفضل بعد نبينا، هؤلاء الأنبياء فاضل من الصحابة كلهم سائر الأنبياء. فإذا هذه البعدية ليست للرتبة بل للزمن، وليس بعد نبي، لكن هناك في يأتي أيضا فساد. لماذا؟ وليس بعد نبينا نبي، صحيح، لذلك أراد البعدية الزمانية، ومع ذلك لا بد من تخصيص عيسى عليه السلام. ماذا؟ إذ لو أريد بكل بشر يوجد بعد نبينا انتقل بعيسى عليه السلام، يعني هو موجود بعد نبينا، بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، بعد ولادته ووفاته، ينقال عيسى عليه السلام موجود، هو أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه نبي ورسول. نعم.
ولو أريد كل بشر يولد بعده، لو كان هذه البعدية زمانية للولادة لم يفد التفضيل على الصحابة. لماذا؟ هناك ولد كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابة كلهم ولدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لو كان معناه يعني بعد نبينا، يعني أفضل البشر الذين ولدوا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فإذا هذا لا يفيد أفضلية أبي بكر على سائر الصحابة، لأن الصحابة ولدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ولو أريد كل بشر هو موجود على وجه الأرض لم يفد التفضيل على التابعين. لماذا؟ التابعون ومن بعدهم ما كانوا موجودين على وجه الأرض عند وفاة النبي، نعم عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا لا يفيد التفصيل على التابعين. التابعون ولدوا يعني جلهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ولو أريد كل بشر يوجد على وجه الأرض في الجملة، هناك أيضا كر إلى ما فر، يعني انتقل بعيسى عليه السلام أيضا، فإذا الأحسن هذا التأويل باستثناء عيسى عليه السلام، هذا هو أحسن. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي صدق النبي في النبوة من غير تلعثم وتردد وفي المعراج بلا تردد، هذا إشارة إلى تسميته بالصديق. لماذا سمي بالصديق؟ لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة حينما أخبر بأنه استنبئ آمن به من غير تلعثم ولا تردد. نعم. وكذلك في المعراج أيضا عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة إسرائه ومعراجه آمن به بدون أي تردد. فإذا الصديق يعني المبالغ في التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أتى به من عند الله تعالى. ثم عمر الفاروق رضي الله عنه الذي فرق بين الحق والباطل في القضايا والخصومات. نعم. هؤلاء كل فارق وفاروق، لكن هناك يكون يعني وجه للتسمية، هكذا تأتي التسمية. ثم يشتهر بعض بهذا الاسم. ثم عثمان رضي الله عنه ذو النورين، ومعنى ذو النورين لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه رقية رضي الله عنه، ولما ماتت رقية زوجه أم كلثوم رضي الله عنها، فإذا هذان نوران رقية وأم كلثوم. ولما ماتت قال لو كان عندي ثالثة لزوجتكها، وهكذا كان يحبه. ثم كان يخدم بناته صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم علي المرتضى من عباد الله وخلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على هذا وجدنا السلف. نعم. السلف الصالحون هكذا يفضلون. والظاهر أنه لو لم يكن لهم دليل على ذلك لما حكموا بذلك، يعني السلف الصالح هكذا يعتقدوا الفضل في هؤلاء الأربعة، أولا الصديق الأكبر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. لماذا؟ لما ثبت عندهم من الأدلة، لو لم يكن عندهم دليل لا يحكمون بهذا الحكم. وأما نحن ماذا دليلنا؟ وقد وجدنا دلائل الجانبين متعارضة، ولم نجد هذه المسألة مما يتعلق به شيء من الأعمال أو يكون التوقف مخلا بشيء من الواجبات فيهما. فكأن السلف كانوا متوقفين في تفضيل عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه، حيث جعلوا من علامات السنة والجماعة تفضيل الشيخين ومحبة الختنين. والإنصاف أنه إن نريد بالأفضلية كثرة الثواب وللتوقف جهة، وإن نريد كثرة ما يعده ذوي العقول من الفضائل فلا. نعم. هكذا ذكر يعني الترتيب بين الأربعة. ثم قال وجدنا هكذا السلف الصالح، لكن كأنه هناك توقف للسلف الصالح في تفليل عثمان على علي. لماذا؟
جعلوا من علامات السنة والجماعة تفضيل الشيخين هكذا ومحبة الخطنين. نعم. ثم والإنصاف أنه إن نريد بالأفضلية كثرة الثواب فللتوقف جهة، ممكن يكون علي أكثر ثوابا من عثمان رضي الله عنه، وإن نريد كثرة ما يعده ذوي العقول من الفضائل فلا، هذا أكثر لعثمان رضي الله عنه، فلا يكون مجالا للتوقف. نعم. ثم وخلافتهم على هذا الترتيب. نعم. نقرأ في الموضوع وآخر دعوانا.